بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن الهايبرهيدروزيس تريتمنت باي بوتوكس. الهايبرهيدروزيس شكوى ممكن تقابلك من حالات كتير، وأحسن علاج ليها بيكون البوتوكس. بنحقن السويت جلانز في الدورمز، وده بيمنع خروج الأستالكولين فبيقلل إنتاج العرق، لأن السويت جلانز بتبقى برايمري انيرفيتد بالأستالكولين. طيب دلوقتي جالي عيان بيشتكي من عرق زيادة، هعمل له اسسمنت ازاي؟ اول حاجة لازم اعملها اني اعمل اكسكلوجن للامراض اللي ممكن تكون السبب، زي الهايبرثايرويدزم، الديابيتز، peripheral nervous system disorders، spinal cord injury، الاوبازيتي، لو هو بياخد ادوية زي انتي ديبريسنس، لو عنده مالجنسي زي في كروموسايتوما. هل في دياجنوستيك كرايتيريا تخليني اشخص العيان ده بهايبرهيدروزيس؟ لما الاقي واحد بقاله 6 شهور عنده عرق كتير، اقدر اشوفه من كتره وبيكون فوكل في منطقه معينه، يعني مثلا في الاجزلة، في الوش، في الايد، في الرجل، سب ميموري انجوينال. طيب هل كده كفايه اني اقول ان ده هايبر هيدروزيس؟ لا، كمان هزود على الكلام ده اتليست 2 اوف ذا فولوينج: ان العرق ده يكون بايلاترال، انه يكون مؤثر على نشاطاته اليوميه، زي مثلا ان واحد جاي لك يقول لك انا ايديا بتجرق الورق مثلا وانا بذاكر او بمتحن. تالت حاجة ان الموضوع بيكون متكرر على الاقل مرة في الاسبوع. رابع حاجة عامل السن، اكترهم بيكونوا اقل من 25 سنة. كمان الفاميلي هيستوري له دور. واخيرا ان العرق بيقف اثناء النوم. طيب ايه بقى علاج المشكلة دي؟ ممكن استعمال توبيكال المونيوم كلورايد من 10-25%، ممكن بوتوكس انتروديرمال انجكشن، وممكن سيرجري. والسيرجري مش بتتعمل خالص لان مشاكلها كتيرة وصعبة. مثلا من السيرجري، من الجراحات اللي ممكن تتعمل الاندوسكوبيك او ثوراسيك سمباثيكتومي، ودي مشاكلها انها تعمل نيوموثوركس او نيمونيا او ورنر سيندروم، او انها تعمل كومبنساتوري هايبر هيدروزيس في الاماكن اللي ما اتحقنتش، واكتر مكان بيكون في الباك. تاني حاجه من الجراحات اللي ممكن تتعمل لوكال سويت جلاند ريسكشن، ودي مشكلتها انها بتسيب اسكار. النهارده باذن الله هنتكلم عن علاج الهايبر هيدروزيس في اماكن مختلفه، واول مكان هنتكلم عليه هو الاكزيلا. طيب دلوقتي انا هحضر البوتوكس بتاعي ازاي لو هشتغل اكزيلوري هايبر هيدروزيس؟ هنا مش هنحضر بنفس الطريقه بتاعت كل مره، لان ال100 يونت اوف بوتوكس بدل ما كنت بحقنهم قبل كده ب2 سم، هحقنه بدل ما كنت بخففهم سوري ب2 سم من الصلاين، هخففهم ب5 سم من الصلاين، وهعبيهم في 5 سرنجات انسولين. وهنا كل سرنجة بدل ما كانت كل شرطة كبيرة في 5 وحدات، هتبقى كل شرطة كبيرة في وحدتين 2 بس. طيب ليه أنا فضيت الفايل بتاع البوتوكس كله؟ لأن كل أجزلة هتحتاج مني 50 وحدة من البوتوكس. كل أجزلة هنحقن فيها 20 نقطة، في كل نقطة بنحط وحدتين ونص من البوتوكس، يعني شرطة كبيرة وشرطة صغيرة. قبل ما بحقن بوتوكس في المنطقة دي، بعمل او في اي منطقه عامه، بعمل تيست اسمه ايودين ستارش تيست. التيست ده هدفه اني اعرف اكتر اماكن بتعرق. قبل التيست ده بيوم لازم يكون العين موقف اي مزيلات للعرق. طيب التيست ده هعمله ازاي؟ اول حاجه بننشف الاجزله بتاعه العين كويس جدا من العرق اللي عليها، وبنحط ايودين سوليوشن. بعد بنشف كويس زي ما قلت، هتأكد ان الايودين مغطي المنطقة حوالين الاجزلة. بعدين بجيب حاجة كده عاملة زي المصفى وبرش عليها الستارش، بنزل عليها الستارش بحيث ان هو يترش على المكان. بعدين بعمل براشنج للستارش ده وبستنى 10 دقايق. ايه اللي هلاقيه بقى؟ هلاقي ان الجلد اللي بيعرق كتير اتحول للون بيربل، ده بسبب الكومباينيشن بتاع الستارش ان ايودين مع العرق. بعلم على الاماكن اللي هي بتعرق كتير دي بسيركل واصورها. بعدين بمسح الاماكن دي بالكحول عشان احضرها للحقن. بعدين بجيب ماركر وارسم 20 نقطة بين كل نقطة والتانية 2 سنتي. الكلام ده في الاجزلة الواحدة. بعدين بحقن انتروديرمال بالبوتوكس، بعمل زي بلبس سوبرفيشال خالص، مجرد اني بنزل دبس 2 ميلي بس. كل بوينتس زي ما قلنا بنحقن فيها وحدتين ونص من البوتوكس، يعني شرطة كبيرة وشرطة صغيرة، وبحقن بزاوية 45 درجة. وبعد الحقن بعمل كومبريشن، بحقن الناحية التانية بنفس الطريقة، وبطلب من العيان انه ما يعملش اي مساج للاريا اللي حقنتها. تأثير البوتوكس بيفضل 6 شهور. العينة المفروض بتيجي بعد اسبوعين فور فولو اب، بسألها هل لسه في اماكن بتعرق ولا لا. لو هي قدرت انها تحدد الاماكن دي، او لو هي مش قادرة وانا عملت لها الايدين تيست وحددت انا ساعتها،
بحط البوينتس في الاماكن دي وبحقنها. طيب ايه الدوز اللي مسموح بيها اني احقنها في الريتاتش؟ مسموح للاجزاء الواحده اني احقن من 10 ل 20 يونتس اوف بوتوكس في الريتاتش، وبسجل طبعا في الفايل بتاع العينه الدوز الزياده دي اللي انا حقنتها لها في الريتاتش، عشان لما تيجي بعد 6 شهور لما تاثير البوتوكس يروح اكون فاهمه هي بتستجيب لايه من اول مره واحقنهم لها من اول مره. طيب لو واحده عندها هايبر هيدروزس في ايديها هحقنها ازاي؟ اول حاجه بخفف البوتوكس ب5 سنتي سلاين زي ما قلنا، يعني زي الاكزيلا، بدي التوبيكال انستيزيا نص ساعه، والافضل من كده ان يكون في دكتور تخدير يعمل نيرف بلوك، لان المنطقه دي بتكون سنسيتيف جدا وبتكون بينفول قوي. كل بالم برسم فيها من 35 ل 50 نقطه للحقن، نقول مثلا متوسط 40 نقطه بين كل نقطه والتانيه 2 سنتي. كل بالم محتاج من 80 ل 120 وحده من البوتوكس، يعني نقول مثلا 100 وحده متوسط، يعني في كل نقطه هنحقن 2.5 وحدات من البوتوكس. يعني معنى كلامي ان كل ايد محتاجه فايل كامل من البوتوكس، انما الاجزله كنا بناخد الفايل نحقنه على الناحيتين على التو اجزله. بحقن برضو انترودرمال انجكشن، والليفل البيفل بتاع السرنجه بيكون متجه لفوق، بلاش ان احنا ننزل ديب قوي في الحقن عشان ما نضعفش السمول هاندز السمول ماسلز بتاعه الهاند، ونضعف ايده في النهايه ان هو يقدر يمسك بيها. وبرضو التيبس بتاعت الفينجرز بيكون فيها كابيلرز بخف عليها، فبحقن برضو سوبرفيشال، والزاوية اللي بحقن فيها بيها بتكون 45 درجة. ومفروض ان كل فالينجز من كل صباع بحط عليه point of injection، وباقي النقط بوزعهم تحت في الايد نفسها. تالت موضوع هنتكلم عليه هو الفوت هايبرهيدروزيس او البلانتر هايبرهيدروزيس. الافضل هنا ان احنا بندي topical anesthesia مع ankle block، ونعمل طبعا الستارش تيست عشان نحدد الاماكن اللي محتاجه تتحقن. التيست ده بيكون مهم في تحديد الاماكن عشان اقلل الدوز على قد ما اقدر، بحيث ان اقلل الكومبليكيشنز على قد ما اقدر. المفروض ان بخفف البوتوكس بتاعي ب 5 سنتي سلاين، كل فوت محتاجه من 100 ل 150 وحده من البوتوكس، وبحط لها من 40 ل 60 نقطه حسب السيرفيس اريا بتاعه الفوت الواحده. برضو بحقن بانترادرمال انجكشن، بعمل زي بلابس، ولو جلد سميك ممكن اعمل سوبرفيشال سبكوتينيوس انجكشن. دلوقتي هنتكلم عن الكرانيوفيشال هايبرهيدروزيس. الكرانيوفيشال هايبرهيدروزيس ليها 4 اشكال ممكن تيجي بيهم. اول حاجه ممكن يكون العرق في الفورهيد، تاني حاجة ممكن يبقى جاي على شكل باند like distribution أو فيز، تالت شكل ان يبقى في combination ما بين الاثنين، يعني جاي على الفورهيد مع المنطقة دي اللي هي الأوفيز دي. رابع شكل ان يجي في الانتير سكالب مع الفورهيد، يعني في الشعر نفسه بيعرق مع الفورهيد. less commonly ان يكون في عرق على الأبر ليبس أو على التشيكس أو على النوز أو على التشين. اول حاجه بنعمل التيست اللي هو الستارش ايودين تيست عشان نقدر نحدد المكان، او حسب كلام المريض بنفهم منه ايه اكتر مكان بيعرق منه. بس مش هيكون براكتيكال طبعا اني اعمل التيست في السكالب الا لو العيان اقرا، ولازم الحقن يكون بحذر جدا وانترودرمال، لاني مش عايزه احقن عضلات الوش عشان ما نعملش مشاكل وما نضعفش العضلات بتاعه الوش. هو ده مش هدفي، ان انا هدفي ان اعالج الهايبرهيدروزيس بس، فالحقن بيكون انترودرمال وسوبرفيشال. طيب دلوقتي لو واحد عنده الهايبرهيدروزيس في الفورهيد بس، ايه التوتال دوز اللي محتاجها في المنطقه دي من البوتوكس عشان نعالج الهايبرهيدروزيس؟ المفروض ان من 30 ل 100 وحده، والافريج نقول مثلا 40 وحده. نحط نقط بين كل نقطه والتانيه 1 ل 2 سنتي، ونحقن في كل نقطه من 2 ل 3 وحدات، واسيب الاثنين سنتي لفوق الاي براوز تو افويد اي براو توزز. وطبعا زي ما قلنا الحقن بيكون انترودرمال وفيري سوبرفيشال عشان ما نحقنش الفرونتالز مصل. وفي بعض الحالات بيحتاجوا حقن الاريا اللي عند الهير لاين او فوقه كمان ب2 ل4 سنتي لو العيان محتاج لده. طيب بالنسبه للاوفيزس باترن اوف ذا سكالب، المنطقه دي محتاجه 100 وحده من البوتوكس، بين كل نقطه والتانيه برده 2 سنتي، وفي كل نقطه بنحقن 1.5. طيب بالنسبه للانتير سكالب اكسكلودنج الفورهيد، المنطقه دي اللي هي السكالب نفسه من غير الفورهيد دي محتاجه 200 وحده، برضو بنحط النقط بين كل نقطه والتانيه 2 سنتي. ولو هشتغل فورهيد مع سكالب هتبقى كده محتاجة 300 وحدة. صعب جدا استعمال الستارش ايودين تيست في الهيري سكالب، والعين ممكن كمان ما يقدرش ان هو يحدد.
ساعتها ممكن اطلب من العيان ان هو يعمل شوية اكسرسايز كده في المكان عشان اقدر احدد الاماكن اللي بيعرق منها. طيب بالنسبة للناس اللي بتشتكي ان هي بتعرق عند منطقة النوز، التوتال دوز المطلوبة هنا من 10 لـ20 وحدة بس، بنحط النقط بين كل نقطة والتانية من نص لواحد سنتي، وكل نقطة بتبقى محتاجة من 1 لـ2 وحدة من البوتوكس. الحقن بيكون as medial as possible، أخلي بالي ما حقنش عضلات النوز أو إني أأثر على اللاكريمال سيستم، بسيب البوني ريجن اللي في النص، اللي في نص المناخير دي مش باجي جنبها. الحقن بيكون superficial جدا، وبفهم العيان إن ممكن يحصل drooping في الأبر ليب أو إن يحصل inability to flare the nostrils، وده ممكن يقلل الـ air intake مع الإكسرسايز. لازم طبعا بفهم العين الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل من قبل الحقن، واخد منه طبعا الكونسنت على كده. طيب بالنسبة للناس اللي عندها العرق زيادة في الأبر ليب، المنطقة دي الماكسيمم دوز فيها 10 يونتس من البوتوكس، النقط بين كل نقطة والتانية 1 سنتي، وكل نقطة بتبقى محتاجة 1 أو 2 من البوتوكس. وزي ما قلنا برضو الحقن انتروديرمال، في كل الكلام اللي احنا بنقوله ده الحقن انتروديرمال طبعا. الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل ان يحصل دروب في الليب او ان يحصل اورال فانكشن امبيرمنت. طيب بالنسبة لمنطقة الدقن، الناس اللي بتعرق في منطقة التشين، التوتال دوز برضو 10 وحدات، 5 نقط، كل نقطة محتاجة 1 أو 2 من البوتوكس. الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل ان يحصل اورال انكومبتنس، يحصل دروب في التشين او اسيمتريك سمايل. الكومبليكيشنز دي عامة بتكون رير لو انا حقنت صح وبسمول دوزز، عشان كده قدر الامكان بحاول افهم من العيان اكتر اماكن بيعرق منها، او ان انا اعمله ستارج ايدين تيست عشان افهم اكتر اماكن بيعرق منها وهي دي اللي حقنها بس. ممكن العيان يحتاج للبوتوكس 2 أو 3 مرات في السنة بالنسبة للعيانين اللي عندهم facial hyperhidrosis. ودلوقتي هنتكلم عن sub-mammary hyperhidrosis. بعمل التست عشان أحدد زي ما عملنا قبل كده في كل التوبكس اللي فاتت، فرضا ان انا ما قدرتش ان اعمل الستارش ايدين تست للعيان، هعمل ايه ساعتها؟ بحدد زون او منطقة هي دي اللي انا هحقن فيها للسبمماري هايبرهيدروزيز. باجي انزل 2 لـ4 سنتي تحت السبمماري كريز، احط خط بالعرض، واطلع فوق السبمماري كريز برضو 2 لـ4 سنتي واحط خط بالعرض. كده انا عندي خط superior وخط inferior. طيب بالنسبة للميديال واللاترال مورنز، الميديال مورن بيبقى خط midline من الانفيرير chest and abdomen، والخط اللاترال بيبقى اللاترال ايدج بتاع البريست، او احيانا كمان باخد الميد اكزيلوري لاين. كده انا بقى عندي زي مربع كده او ريكتانجل، بقى عندي ريكتانجل هو ده اللي انا هحقن فيه للسب ميموري هايبر هايدروزز. التوتال دوز بتاعتي هتبقى من 50 لـ150 وحدة بير افكتد سايد في السايد الواحد، يعني ممكن نقول 100 وحدة في الصايد الواحد، يعني كل صايد محتاج فايل من البوتوكس، برضو حسب السيرفيس اريا. يعني نقدر نقول ان ممكن كل صايد ياخد 40 نقطة، بين كل نقطة والتانية 2 سنتي، وكل نقطة تحتاج من 1 أو 2، هتحتاج حوالي 1.5 أو 1.5 من البوتوكس. طيب لو حد بيشتكي من زيادة في العرق في منطقة الجروين او في الانجوينال فولز، الايدل دوزز الحقيقيه ما تحسمش فيها الامر، ولكن بعض الدراسات وجدت ان التوتال دوز 50 وحدة في كل انجوينال فولد بتكون افكتيف. النقط بنسيب برضو 2 سنتي من كل نقطه والتانيه، يعني بالظبط زي ما بنعمل في الاجزيلا، كل اجزيلا كانت بتاخد 50 وحدة، هنا برضو الانجوينال فولدز كل سايد بياخد 50 وحدة. محتاجين بايل من البوتوكس للناحيتين، وبرضو بخفف الصلاين البوتوكس بنفس الطريقه ب 5 سنتي صلاين. لو الستارش ايودين تيست ما قدرتش اني انا يعني اعمله، ساعتها بحقن 2 سنتي لاترال و 2 سنتي ميديال للانجوينال كريز، واخد بالي طبعا اني ما حقنش الليبيان ماينور. سايد افكتس ممكن تحصل هنا تمبوراري ايديما او هيماتوما. طيب بالنسبه للناس اللي عندهم انال فولد هايبر هايدروزز، الحاجات دي مش كومن قوي انها بتيجي، بس برضو لازم نكون عندنا خلفيه عنها. دول هنحط لهم
من 30 ل 50 وحده التوتال دوز، يعني مثلا نقول من 30 ل 50 نقطه، لان كل نقطه هتاخد وحده من البوتوكس، وكل نقطه والتانيه بينهم 1 سنتي. وضروري جدا اني بسيب من 1 ل 2 سنتي لاترال للانال فيرج عشان ما يحصلش ديفيوجن للبوتوكس للانال سفنكتر، ساعتها ممكن يحصل فيك الانكومبتنس، تبقى مشكله كبيره طبعا، لان ده هيقعد طبعا من 4 ل 6 شهور لحد ما تاثير البوتوكس يروح. طيب بالنسبه للناس اللي عندهم باك هايبر هايدروزيس، التوتال دوز بنحددها حسب السيرفيس اريا، بنحط من 40 ل 120 نقطه بين كل نقطه والتانيه من 1 ل 2 سنتي، وكل نقطه محتاجه 2.5 وحدة من البوتوكس، يعني التوتال دوز بتبقى من 100 ل 300 وحدة من البوتوكس حسب السيرفيس اريا. واكتر ناس بيكون عندهم باك هايبر هايدروزيس هم الناس اللي بيكون عاملين سيمباثيكتر كنوع من انواع الكومبنسيشن، يعني كومبنساتوري هايبر هايدروزيس. اخر حاجه هتكلم عليها ودي حاجه برضو رير، الفري سيندروم. الفري سيندروم ده بيكون واحد عمل جراحه في البروتيد او حصل له بروتيد انجري، او كان عامل مثلا فيس ليفت سيرجري فحصل بروتيد انجري. دي المشكله بتكون يونيلاترال في الناحيه اللي حصل فيها الانجري، بتكون العرق بيكون مع الاكل او انه يشوف او يفكر في الاكل. اول حاجه ممكن اعمل له التست الستارش ايدين تيست، او اطلب منه انه يمضغ لبانه مثلا، وهنلاقي ان هو العرق بيظهر، ونحدد الاريا او اكتر اريا يعني بيحصل منها العرق. المنطقه دي بتكون حسب السيرفيس اريا بتاعتها ممكن تحتاج من 6 نقط ل 40 نقطه للحقن، كل نقطه بتاخد من 2.5 ل 3 وحدات من البوتوكس، وبين كل نقطه والتانيه 1 سنتي. التوتال دوز اللي اقدر احقنها في المنطقه دي من 15 ل 100 وحدة، هي دي الماكسيمم دوز اللي اقدر اني احقنها. دوز دي بتعمل ريميشن من سنه لثلاث سنين، يقعد من سنه لثلاث سنين مفيش مشكله. سايد افكتس اللي ممكن تحصل ان يحصل دراي ماوث او ويك ماستيكيشن او سمايل اسيمتري. Of saline. When injecting, place the needle behind each mark to avoid producing a permanent tattoo effect in the skin. Inject at a 45 degree angle with the bevel of the needle up intradermally, about 2 millimeters deep. You may see a wheel effect indicating proper intradermal placement of the medication. After injection, clean off the surgical pen marks with an alcohol swab.